هما الجو سخون ما كاينش الرياح، هادشي اللي خلى كاين لافاتيك. هاي هادشي خطر، هادشي راه وقف معنا في الاخر. انا بالنسبه لي هاد لابونت هادي راه كتبقى صعيبه لان الحجر فيها تيجليسي. عطاوني بزاف تراجيات، خديت واحد التراجي ساهل. الكتله ديال موسى عندنا هنا الصومي ديال جبل الفحايص اللي ديالو 150 متر. كندوزو كنلقاو هنا واد الحمام وعين البركه، كنمشيو للقمه الاعلى اللي هي جبل موسى اللي ديال 851 متر. كنتواجدو بالتراب ديال جماعة تاغرامت هنا. جبل موسى كيشكل حدود طبيعية ما بين جماعة بليونس ضمن عملات المدينة في النظام وجماعة تاغرامت ضمن إقليم الفحص عنجرة. حنا في حدود طبيعية ما بين هاد الجماعتين.
هنا في العرق ديال المرأة الميتة بالضبط في الفج اللي كيفصل ما بين جبل الفحايص بعلو 756 وجبل موسى بعلو 851. وهنا في العمق ديال الصورة كتشوفوا عين مباركة. اليوم الجو سخون مكاينش الرياح شي اللي خلا كاين لافاتيك، ولكن المسار مسار اللي سهل صراحة. هو ينصح بهذا المسار في فصل الربيع ولا نهاية فصل الخريف أحسن، ولكن ديما ردوا البال لاميتيو لأن الجو تتغير واحد السرعة كبيرة هنا في موسى. تشوف الضبابة راه كيصعاب جبل موسى، من الأحسن ما نغامروش ونديرو الدوميتو. شوف راه واقفه واحد الحجر صغير تيزلق شويه صافي ضروري كيبان هاد البارتي بزاف صعود ولا خطوط فرد تبقى الخطوط. يا هادشي خطر، هادشي خطر. انا بالنسبه لي هاد لابونت هادي راه كتبقى صعيبه لان الحجر فيها تيجليسي، يعني الا في الشتاء ولا في الصيف كيبقى الخطر تيبقى كاين، يعني ما ماشي تقول زعما غطيح الشتاء داكشي غيشد بلاصتو، ما كاين لا غيشد بلاصتو لا والو، تحط رجلك زلقتي مشيتي راه بطنها في الشتاء هادي هنا، فهمتي؟ يعني ديما صعيبه، يعني ما كنصحش بها اي واحد يديرها الا ما كانوش دراري متمكنين، راه ما كنديروش هادي. وصراحه كانت قمه في التحدي وقمه في المتعه. انا هذه اول مره كناخذ هذه التجربه هذه. الطريق في الاول كانت كتبان لي شويه صعيبه، ولكن لما انا والسي العربي دخلنا وسط الصخور ولقينا الصخور انهم ثابتين رغم اننا طالعين وكانك تسلق حر كتطلع من حجره حجره وواقف، حسيت بان هذيك عطاتني احساس بالامان، وهذا هي اللي خلاتني نمشي. هذا زائد طلينا على السي توفيق قالنا غير دوزو من الليزر، عطانا شويه زاد صراحه عطاني الامان اكثر، حسيت براسي مرتاح وتميت غادي طالع في راحتي. لان المشكل اللي كان عندي هنا انا ما عارفش فين غادي، ما شايفش، ما عمري طلعت لفوق باش نشوفها كيف دايره. مره اخرى عاد جي سهل من هذه، لان هذه اول مره كتكون غادي وانت ما شايفش شنو قدامك، ما عارفش شنو عتلقى. هذا هو اللي كان الصعوبه كانت في هذه. هو اللي سبريد ليك، اللي سبريد ليكيب، خصنا بغينا هاد روح الفارق، بغينا بحال هكا، يعني نكونوا متعاونين وهذا يوقف مع هذا، ماشي كل واحد تفكر في راسه ولا فهمتي، لان في الاخر حنا بغينا الخرجه تنجح، ماشي بواحد ولا كذا، بغينا كاملين ننجحوها، يعني فاش كتنجح الخرجه راه بينا كامل. لا واحد الحافه اللي كتهب اللي كتصف في الواد ديال الحطبه،
واللي كانت صعيبه وهي اللي دابا حاليا كنتواجدوا في الصومي ديال موسى. دابا حنا وصلنا للصومي ومازال عندنا ان شاء الله الرتور ولا النزول للقريه ديال بليونوش اللي تقريبا هاد الصغرق 4 كيلومتر ونص، يعني الماسه الكلاسيكي عبر من باصات العين البالا حتى المركز ديال القريه. حلا ما كانش تقييم ديال المستوى، لان سي حسن توفيق راه وقف معنا في الاخر كل ما كان هو دابا داكشي كان صحيح. ما عطاش ما العادي ملي يبسف عاود نص.